ازاي نقف جنب حد بيعاني من الصدمة؟ حلو قوي، حلو جدا. اهم ما في القصه احنا بنقول التفريغ دايما، بس من فضلك ما تضغطش على الشخص المصدوم انه يفرغ بالشكل اللي انت عايزه. يعني ما يكونش عندك انت توقع انه هيقول الحاجه الفلانيه. كل حد انت عايز تكون بالظبط، انت كنت عايز تكون جنبه، فانت عايز تحسسه طول الوقت ان انا معاك. عايز تحسسه ان الدنيا رجعت للطبيعي، فمهم قوي انك تخليه يمشي على روتين اليومي العادي. يعني بنخرج الخروج العادي، بنقعد مع بعض قعده حتى لو هو مش عايز. طب انا هاجي لك اقعد معاك شويه. طب احنا مناسب بالنسبه لك نعمل ايه؟ ودايما اديله الليد، اديله هو اللي يختار. شوف هو اختار عايز يعمل ايه. حابب نقعد ندردش، حابب نقعد ناكل حاجه، حابب نخرج، شوف انت حابب ايه. فوجودنا جنبه مهم جدا، بس من غير ما نضغط عليه انه يعمل حاجه اللي احنا عايزينها. وانا لو انا شخص بساعد حد، عايز اقلل من توتري الشخصي. لان احنا احيانا كتير بنضغط اللي معانا من غير ما نحس. انا قلقان عليه وخايف عليه، فمن فضلك طمني. فيبقى هو مع مريض مثلا 24 ساعه بالتليفونات. طب عملته ايه؟ طب وصلته لايه؟ وانا مش بعمل له اي فايده، او طريقتي معاه غلط، وطريقتي معاه ضاغطه، هي مش بتساعده، بتضايقه بالظبط، فيها يعني حده الى حد ما من يعني من الخوف عليه، بس بتطلع بشكل مش صح، زي ممكن يعني خوف الاهل على اولادهم. ده حقيقي. طيب.